مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير سموزي الاوريو. عنا نص كوب ثلج، كوب حليب، علبه اوريو. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. اول شي بنحط الحليب، ثلج، كمان حط البسكوت، بحط تقريبا نص العلبة. بخلطهم مع بعض. انتهينا من الخلط. نحطهم بالكوب، كمان عندي بوزة، رح احط على الوجه بوزة على نكهة الفانيلا. هلا راح نزينهم، احط بسكوتة اوريو بهذا الشكل، وكمان رح نعمل شوي بهذا الشكل. نعمل شوي منيح. هلا ابرشهم على الوجه، بيعطوا شكل كتير رائع. اوبس، بهيدي طريقة، هيدي اوريو سموزي اللي عملتها انا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.